طيب لو هي عين ألف نفس الحركة رقم اتنين ثم الحركة الثانية وأنا طالع لو كان الألف طوله 3 نقاط في المفرد فلما يبقى متصل هيبقى 4 نقاط نفس الحركة 1 2 طيب عين باء نفس الكلام رقم 2 وحركة الميل إلى أسفل عين باء طبيعي بنعمل بنقول عليها وصلة أفقية عين باء أو تاء أو ما في حكمه طيب عين حاء نعمل وصلة مقوسة ثم جيم عين جيم مثلا أو ما في حكمها حاء أو خاء نكتب كلمة رافع أدي الراء دائما ترسم ألف المفردة رافع الفاء العين كما رسمت رافع أو عين وسطية ميم 1 لام الواو هنعمل حسابنا انها تستقر على السطر معلوم هنا هنلاحظ ايه ان الفرق بين الحرف والحرف نقطة يعني هنا من ميم للعين نقطة من العين للألف نقطة من اللام للواو نقطة هنلاحظ كمان الحركات الأفقية دائما مائلة للأسفل والحركات الرأسية مائلة لليسار قليلا والاتنين بيعملوا ما يسمى بالزاوية القائمة يعني لو فرض عايز اعمل باء ألف أو وصلة ألف دي مائلة لليسار قليلا ودي مائلة للأسفل قليلا لكن الاتنين يعطوني زاوية قائمة نتحرك إلى الدال هذه هي الدال لو طولت الدال شوية وعملتها لام هتبقى كاف مبتدئة طيب كاف ألف يمكن نعمل كاف ألف كده الشارة بتاعتها كده ويمكن أن تأتي بهذا الشكل وأجي في النهاية كده وأعمل هذه الزاوية طيب نكتب بكر مثلا أدي باء ألف والكاف بكر مثلا أو كاف متصلة نفس الكاف ألف بوصلة أفقية أو كاف لم ألف أو كاف حاء بنقول على النزلة دي أو الوصلة نازلة وصلة نازلة هنا نلاحظ إيه جميع الزوايا دي قائمة
كل هذه الزوايا قائمة. في نفس الوقت في حركة ميل للأسفل، ميل للأسفل،